معلم إذا المحل مزبوط شغلتنا صعبة، وإذا فخ أصعب بكتير. فقال عبد الحي شبنا، لازم تضلك عم تقول شغلات منيحة ل 31 الشهر. عبد الحي لليوم ما بدنا، بس بالأخير بدنا نموت. يلي بدي لك يا أنه ما لازم نموت قبل ما نرقص بعرس بماتي. شفت العالم كيف بتكون متفائلة؟ هذا هو يلي بدي أسمعه بالضبط. في وراي بالسيارة ثلاث أشخاص لاحقيني، خلصوا عليهم فورا. جهزوا حالكم شباب، يلا يلا. أمرك معلم. طلعوا بيعرفوا إنه نحن لاحقينهم. معلم كارم مو هون، طلع فخ. تفاءل عبد الحي تفاءل. وينو جمال؟ ما بعرف. ايه هلا شو بدنا نعمل معلم؟ شو بيعرفي شو بدنا نعمل؟ ميماتي انت روح شوف سلوى، ليك مضت ساعة زيارة. ننقذ كارا وبعدها بشوفها. لك إذا ما منعرف وين مكانه كيف بدنا ننقذه؟ إذا بتصير متفائل بننقذه. أخي قدر الوضع شبك، إذا رحت لعند البنت شو قلها؟ بدل ما تقلي إلي قول لها المسكينة تتفائل.